بالمناسبة دي، انت وانت موجود في الاولمبياد بتبقى بتتابع الابطال الاخرين؟ بتشجع انت لعبة، بتساند زمايلك، ولا بتتابع بس شغلك في اللعبة بتاعتك او الناس اللي بتلعب معاك نفس اللعبة؟ يعني بتدور على زمايلك وبتشوف الالعاب الاخرى، ولا بتركز مع لعبتك بس؟ هي في يعني قبل الاولمبياد قبلها بكام يوم كده، يعني قبل الماتش بتاعي انا بكذا يوم خلاص انا بكون شبه منعزل بقى خلاص عن كل حاجة، مركز في الماتش بتاعي، لكن بكون برضو ساعات بتابع اللي هي يعني ايه الاخبار زي ما بيقولوا كده اللي هو الملخصات، يعني مثلا يعني مثلا أيوة. بتفرج على عبد اللطيف بشوف النتائج، يعني عمال بشوف بس النتيجه هو عمل ايه، وانا مثلا قاعد بصلي بدعي لنفسي بدعي له معايا، اللي هو يعني ايه بقى كل واحد نفسه يعني ايه برضو اللي جنبه يجيب ميداليه، نفرح نتحمس نبقى عايزين نجيب ميداليه، فبتبقى كده. انا تابعت طبعا تابعتهم قبل، انا هم لعبوا قبلي، كنت انا بتابع برضو الاخبار وكنت بتابع النتائج ولما بتشوفهم بياخدوا خطوات لقدام ده بيبقى حافز ليك بطبيعه الحال. طبعا. لا وهي هي بيبقى فيه هناك في روح كده في الاولمبياد بتبقى روح فيها حماس شويه، ان احنا مصر، احنا جايين عايزين نكسب، عايزين نبقى ماشيين هناك، انا مصري اللي لسه جايبين ميداليات دلوقتي فكلنا مع بعض. طبعا احنا كلنا نفسنا اي ميداليه تيجي احنا كلنا بنفتخر بيها، كلنا بنمشي هناك في القاره الاولمبيه احنا مصر لسه جايبين ميداليه دلوقتي، فدي بتبقى حاجه كبيره. طبعا. حد جابك عبد اللطيف بيتقدم لمركز قدام في اي لعبه اخرى، بياخد ميداليه، بيتحسن في ارقامه، ده بيمثل لك ايه وانت شغال وبتلعب؟ يعني ده طبعا بيطمني ان احنا الحمد لله كنا شغالين صح، وان انت تشوف حاجه ايجابيه وزميلك عملها فدي حاجه بتاثر عليك بالايجابي طبعا، بتخليك طبعا يكفي بس انك بتكون مبسوط وشايف له الخير. طبعا يعني زي ما كريم قال لحضرتك بيبقى طبعا الدنيا مقفوله وكده والضغط عليك، طبعا كل واحد مركز بيذاكر المنافسين بتوعه، بالاخص اللي احنا لعبه قتاليه فالقرعه بتنزل قبلها والكلام ده، فبتقدر ان انت تقعد كل يوم تدرس المنافسين بتوعك، بس طبعا ان يعرف ان حد جاب ميداليه او كده فاحنا بنفرح جدا وبننبسط، لان يعني حاجه مبشره يعني بناخدها بشره خير، وبالاخص كمان يعني حب لاخيك يعني كما تحب لنفسك، يعني انك تحب له الخير هيجي لك. بتفرح انت لما شفت كمان ابطال معانا في الاولمبياد رافعين علم مصر وفي ميداليات؟ بتفرح، بتبقى طبيعه الحال انا كمان كنت عايز اشارك وابقى معايا ميداليه بس انا عملت اللي عليا خلاص، فافرح لهم بقى ده انا عملت اللي عليا. انا كنت بتكلم من شويه في قدام معالي الوزير، انا بقول الحمد لله ربنا مع يعني ما كرمنيش بالميداليه، بس الحمد لله الميداليه اللي جيت من احمد ومن ساره عوضوا الرياضه المصريه عامه، لان كده ومحمد السيد محمد السيد جابها اول واحد، فطبعا دي كانت بدايه مبشره لينا. انا بتكلم في اللي بعد ما حصلليش نصيب، فهي كده انا مستفيد من اي ميداليه اولمبيه هتيجي، لان انا في الاول وفي الاخر في الرياضه. ايوه. اي خير هيجي هيعم على الكل. ايوه. فطبعا فانا عايز الخير يجي لكل الناس. صح. مش عشان انا ربنا ما كرمنيش يبقى لا طبعا. غير كده ان انت كمان اصلا يعني انت مش رايح مفردا. في دوله، في ناس تعبت. طبعا. في ناس دعمت، في ناس عايزه تفرح، في ناس مستنيه. لا انا ما حصلليش نصيب اقف بقى يعني ادعم زمايلي. ممتاز جدا. طيب. يب. بطبيعه الحال وانتوا بتلعبوا الرياضه، اي رياضه في رياضاتكم تحديدا المصارعه، انت بتشتغل، انت بتدرس، الناس برضو ما بتاخدش بالها من القصه دي، الناس بتتعامل معاك انه انا رايح العب رياضه وبس، تنسى ان انت المفروض تبقى متفوق في دراستك، المفروض تبقى بتشتغل وبتادي شغلك بشكل كويس. ازاي بتتعامل مع هذا الوضع؟ تعاملت ازاي معه اصلا طوال حياتك يعني حتى هذه اللحظه؟ والله انا عايز اقول لك ان ما حد بيحط ان الحاجه ديت هي حلمه بكل العقوبات وبكل اي حاجه بتقابله صعبه بيجتازها عشان خاطر يحقق حلمه ده. انا عايز اقول لك ان انا ما كانش معايا رعايه قبل الاولمبياد، ف ده برضو ما حطتوش ان هو ده مشكله ولا عقبه هتقابلني. اشتغلت وتعبت وكنت بصرف كمان من جيبي عشان ربنا يكرمني واجيب الميداليه. الحمد لله كنت قريب جدا وربنا كرمني ان انا اعمل مستوى كويس في البطوله، بس انا امنيتي ان ربنا يكرمني في اللي جاي واقدر احقق الميداليه الاولمبيه عشان ده حلمي وحلم عيلتي وحلم بلدي وحلم كل حاجه. يا هبه ما حسيتش في لحظه انه لا خلاص انا ما خدتش ميداليه دلوقتي انا بقى مش عايز اكمل؟
انا اشوف حاجه تانية اعملها. انا عايز اقول لك ان انت مثلا الميداليه اللي انت ما جبتهاش دي مش ميداليه بطوله جمهوريه ولا دي اولمبياد. قرب بقى المايك كده وعلي صوتك عشان عايز اسمع الجمله دي تحت. دي اولمبياد. أيوة. يعني انت يعني انت خلاص انت مهمة. انت كان ناقص لك خطوه واحده وهتاخد الميداليه الاولمبيه. فده بالعكس ده بيديك دافع اكبر ان انت خلاص قربت من الميداليه. قربت قوي كمان الحمد لله. فانا ليه بقى ما اكملش واجي على نفسي شويه عشان خاطر ربنا يكرمني واجيب ميداليه واقدر افرح بلدي بيها. ابو لطيف هرجع لك تاني معلش في الجزئيه دي. نفس الحكايه انه في لحظه اقول لك ايه انا حاولت واجتهدت وتعبت بس ربنا ما وفقنيش خلاص اوكي انا هشوف حاجه تانية اعملها بقى باقي حياتي. في ناس ممكن تفكر التفكير ده. في واحد تاني زي جابر كده يقول لك لا ده انا قربت جدا ده معناها ان انا المره الجايه انا رايح اخد ميداليه. وانا ما عنديش حاجه تانية اعملها غير ان انا اجري ورا حلمي. مش هقول لك ده انت قلت باختصار المختصر المفيد. مش مشكله ما حصلش نصيب المره دي ما وريش حاجه. انا وراها وراها وفي ناس ورايا وفي ظهري وفي بلد كامله في ظهري. مفيش مشكله. ما عنديش حاجه تانية اعملها. انا ربنا اراد وكرمني ان انا بقيت بطل في الرياضه وما عنديش مشكله. اي نعم بتدخل ساعات في نوبه حزن مثلا انك زعلان انك خلاص قربت على حلمك وراح منك وعقلك الباطن بيشتغل او أيه. نفسك المضره ليك بتشتغل ان انا لسه هستنى 4 سنين. لا انا مفيش وقت ده فاضل 4 سنين ده بكره هبتدي دلوقتي. انت بتقول لنفسك كده ال 4 سنين دول قليلين قوي. لما عقل الباطن يجي يشتغل وان انا اجي ادور لنفسي انا لازم انا ارد على نفسي ولازم ان انا اكون اقوى من نفسي. هي. لا 4 سنين ابدا من دلوقتي ده مفيش وقت. لا انا هبدا دلوقتي مش لسه هستنى. لا عادي مش مشكله ما وريش حاجه. هايل.